اقرا اللي مكتوب في البرديه دي يا رخم راء. ايه؟ نسيت القرايه والكتابه ولا ايه؟ خد بالك دول من شروط وظيفتك الجديده. سيدي انا بشكرك. اقرا اللي مكتوب. من الملك تحتمس الثالث ملك كيمت يتم تعيين رخم راع موظف في القصر بدرجة رئيس لوزراء البلاد. أمر ملكي وجب تنفيذه في الحال. أنت أول شخص يتعين في منصب رئيس وزراء مني، مش عشان ما عرفت بيك وخلاص، لكن ده لأنك قمت بدور كبير معايا يا رخم راع. ده غير إنك موظف مخلص ومصلحة كيمت في المرتبة الأولى عندك، وأنا ده اللي يهمني. أتمنى يا سيدي أكون قد المسؤولية.